مرحبا بكم معنا من جديد مشاهدينا بفنجان قهوة تفوح منه رائحة الهيل. ومن منا ما يحب القهوة بأنواعها؟ والقهوة العربية بالنسبة لي عربية، أنا أحب القهوة بأنواعها. وبفكر مليء بالذكاء والحنكة استطاعت سميرة معتوق أن تكون من أبرز سيدات الأعمال في عالم القهوة. بالفعل فنجان قهوتها الصباحية التي ارتشفتها على مدار سنوات يشهد على نشاطها ونجاحها في مشوار عمل جابت خلاله بلدان عديدة ومجالات جديدة لم تدخلها المرأة في عالمنا العربي من قبل. خلونا نتابع هذا التقرير. لم تتكئ على عامل وراثة العمل في مجال إنتاج البن وتوزيعه، بل انطلقت من مفهومها للقهوة والتي هي رأس الكرم وأم الضيافة العربية. ابتكارات ودراسات ذهبت بها سميرة معتوق لتكون ثمرتها طرح أنواع جديدة من القهوة. معتوق عشقت الحبة السوداء منذ نعومة أظافرها، ومضت في طموحها المتواصل لتقدم لنا الأفضل والأطيب مذاقاً، وصولاً إلى نيل جوائز دولية وشهادات تقدير. تنطلق اليوم منتجات معتوق إلى العالمية ببصمة إماراتية وبروح عربية أصيلة، وينتشر بن معتوق بأصنافه المتعددة التي تناسب مزاج شاربيها، وتطلق العنان لنشاطنا منذ الصباح بطعمها ورائحته الشهية. حظي مصنع معتوق باهتمام كبير من شيوخ الدولة، فخلال سنوات إدارتها تم طرح العديد من منتجات القهوة اللبنانية والعربية والخليجية والأمريكية والألمانية بجودة عالية نافست مؤسسات عالمية شهيرة. اليوم تستطيع شرب قهوة معتوق الفريدة من نوعها والخالية من الكافيين، وهو أصعب صنف قهوة تم ابتكاره، ليكتشف مرتشف القهوة أن لا مشكلة في احتساء القهوة ليلاً طالما هذا الصنف من القهوة لا يسبب الأرق. المذاق الصحي والشهي في آن واحد، هذا هو العنوان الأبرز لبن معتوق بأصالته وتقاليده وجودته العالية. هذا شيء فخر لأهل البلد، فخر أكيد هو فخر لنا جميعا، وفخر للدول العربية كلها أكيد. لأنه اليوم نحن التكنولوجيا، صدقيني نحن عنا التكنولوجيا أكيد. خلينا نرحب فيك للمشاهدين عشان يتعرفون عليك قصة نجاحك، قصة نجاح بن معتوق الممتدة لأكثر من 50 عام. أكيد سيدة سميرة معتوق معروفة في أوساطنا هنا في الإمارات مشاهدينا، ونقول لها حياة الله. التقرير كان جدا جميل، ووجودك أجمل معنا في صباح الدار. حبيبة قلبي، منورتنا في صباح الدار كلك. الحين قبل ما نبدأ تقول أنتم متعودين عادي على الكاميرا وتسولفون عادي، الحين تعودي عادي على الكاميرا. طيب خلينا نقول في البداية سيدة سميرة، تكلم عن المسيرة اللي نقول الوقت اللي وصلت لي من نجاحات ومن تحقيق طموحات كثيرة في هذا المجال. في هذا المجال صراحة طول عمري بحب التحدي، وأنا التحدي بالنسبة لي هي الحلم. من أنا وصغيرة كنت كتير حب الصناعة وحب كل شيء جديد واختراعات، والحمد لله أنه بفضل الله كنت متطلعة على المشاريع بشكل عام يعني. أكيد، ما هو كمان في شيء أنه ربينا هو أرث يعني مع في العائلة، مع من الأرث من العائلة. نعم، أنه من الوالد للحين وصلناها. يعني شو اللي يميز بن معتوق اليوم بعد 50 سنة من الخبرة؟ الخبرة، الإكسبيرينس، النوعية بالجودة دائما اللي نحن نختارها. يعني نوعية الكوفي اختيارنا، طريقة التحميص، نعم، طريقة التحضير، طريقة الطحن كثير مهمة، طريقة التغليف. يعني النيتروجين، أنتم تستخدمون طريقة النيتروجين في التغليف؟ أكيد أكيد أكيد. بتخبريني، تعطينا مثل ما شفنا صورة عن في التقرير عن طريقة التغليف في النيتروجين، وخط سير القهوة صارت مثل يعني مزبوط. ما شاء الله، الله يبارك مصنع. مزبوط، الحمد لله مصنعنا بالإمارات نعتز فيه، ومن أهم تكنولوجيا موجودة في الخليج، مجلس تعاون وعالم العربي كله. نعم، يعني هلا صار عنا تكنولوجيا بالخليج كله بالإمارات، وطريقة البريباريشن اللي بتبلش من الجرين كوفي، من القهوة الخضراء، نعم، جاهزة إلى التصدير. طب المناطق اللي يعني
تحصلون على نوعية البن الرفيع هذا اللي يستخدم في القهوة ويستخدم في منتجاتكم المتعددة الكثيرة؟ يعني ما شاء الله اللي يزور المحل أو المحلات المتواجدة سواء في الإمارات أو خارج الإمارات راح يشوف أن عندكم أنواع كثيرة. سو ما هي البلدان اللي تجيبون منها أنواع البن؟ هلا طبعا أنواع البن عديدة جدا. اليوم اختيارنا للجودة القهوة هيدي بتجي على خبرتنا. يعني اليوم كل مكان الأرض فيرجن، يعني زراعة وعلو وارتفاع الجبال، دايما بتجي بسموها 100% أرابيكا، يلي هي بعيدة عن التوكسين والمواد العضوية والمواد الكيماوية. طبعا كل شيء إنه بسموها الأورجانيك. خاصة أنت لما بتختار البن اليوم هيدي بتجي بتكون من خبرات طويلة. نعم. بتكون فهم الزراعة، نوعية الشجرة، الحبة، طريقة الوجود بهالمنطقة. هي يعني المناطق المرتفعة تفرق في طبعاً أكيد. نوعية البن. أكيد أكيد بتكون أقرب، يعني كل ما كانت أعلى كل ما كانت الجودة أفضل. وتكون نعم. الأرض أيضاً غير مستهلكة أكيد. يعني. أكيد غير مستهلكة، حتى المناخ وال مناخ والأكسجين اللي بيجي على ال. طيب نحن نبغى نسرق شوي من خبرتكم أستاذ. يعني نحن أنا كمستخدم عادي للقهوة. أنتوا عارفين خليج القهوة طبعاً عندهم طبعاً مش الخليج فقط، هي الدول العربية بس طبعاً. بتنوع يعني أشكال القهوة كيف يشربونها، حد يشربونها قهوة اللي نسميها نحن التركية أو الثقيلة أو التركيش، ونحن القهوة العربية، وحد يشربها خضراء وحد يشربها بنية وحد يشربها صفراء. صح. نحن نقول كيف نختار، يعني أنا إذا أروح أشتري القهوة كيف أعرف أن هذه القهوة الزينة من ال. نحن بنساعد المستهلك كيف يختار نوعية القهوة. نعم. حتى عاملين نحن مشروع جديد إذا بتشوفوا حيكون في أنحاء العالم قريب جدا. هيدا نحن يميزنا عن غيرنا. عن ماذا يتكلم عن عن, عن نوعية القهوة، كيف نحن نقول لك يعني إلى شخصيتك. نعم. يعني نختار لك القهوة حسب شخصيتك. حسب شخصيتك. أنت اليوم بقعد أشربها في البيت بروحي، ما حد يشربها. ممكن. أو اللي يتشابه معك في شخصيتك. حلوة الفكرة، يعني أحس الناس دائما يحبون الشيء اللي أقرب لهم لشخصيتهم لقلبهم لأفكارهم أيضا لطريقة الأشياء اللي يحبونها. فهذا المشروع أو الفكرة انطلقت، متى راح تنطلق وهل راح تنطلق في الإمارات فقط ولا أيضا الفروع الأخرى؟ حتنطلق من هون إلى أنحاء العالم. والمميز اللي عنا الحلو إنه كل شيء عم يكون فريش. حلو. يعني الفريش هذا التمييز. اليوم أنت عم تشربي قهوتك إن كانت بالدلة أو إن كانت في الإسبريسو أو إن كانت في الأمريكان فلترز، خبرتنا الطويلة هيدا مميز عن غيرنا كلهم. كل شيء فريش بقلب الريتيل، عم يكون في قلب الشوب نفسه. جميل. يعني بتخلطيها فريش قدام الناس كلها. حلو. لأن الحين صايرة موضة بعد لمحبين القهوة موضوع البلندز، إنه ياخذ مزبوط الخلطات الخاصة. الخلطات الخاصة. صح. فهل أنتم تقدمون مثل هذه الخدمة؟ أكيد إيمان؟ أكيد. إحنا نعرفنا في الخلطات، يعني هذا كانت انطلاقنا الأولى بالفريش تبع كل شيء اسمه خلطات القهوة على. طيب استاذ سميرة، من خلال يعني 50 سنة خبرة ما شاء الله، ويعني نقول مشروع وبزنس متوارث في العائلة، أكيد عندكم خبرات في نقول نصائح صحية في استخدام القهوة ويعني تنوعها. أكيد. نحن كل شيء بنبعد عن شيء اسمه كيميكلز، خاصة نحن نحن كثير مهتمين بالبيئة نفسها كمان. طبيعي. أكيد. والجو الطبيعي والبيئة، مستخدم أصلا أحسن أصناف، وبنبعد عن كل شيء اسمه كيميكلز. جميل. كل شيء 100% طبيعي. إذا بتجي بتشوف الصناعة اللي عندنا من أحدث التقنيات الموجودة الحين في العالم العربي والشرق، في 3 بالعالم أجمع من التكنولوجيا اللي عندنا إياها. ما شاء الله. احنا خلينا سيدة سميرة نشوف مع المشاهدين بعض من صور كافيه معتوق. إيه؟ ونتكلم عن ابرز ما يميز هذا الملتقى الجميل لمحبين القهوه، مكان يحبون القهوه العربيه الاصيله او انواع القهوه الاخرى. فايش اللي يميز هذا المكان او هذا الكافيه؟ طبعا هذا احنا قاعدين نشوف الصور الان على الشاشه مع مشاهدينا. الكافيه طبعا مجهز، وهو يعني موجود مكان في المارينا اعتقد، موجود في المارينا وموجود في لبنان، وموجود حيصير قريبا جدا في كل خليج مجلس التعاون، موجود في الخلديه ايضا. اكيد في الخلديه بالاساس. نعم. هذاك الفرع الاساس، هذا تاريخ. هذا تاريخ المؤسس الوالد، وبعدين بلشنا كبرنا الحمد لله الصناعه، وهلا نحن ان شاء الله الفرع تبع المارينا هو الاكسبيرينس الخبره. نعم. اللي بتفرجي
العراقة القهوة الجذور أيام زمان، كيف عم تنزل الدلة الفريش قدام الناس كلها. كيف جت الفكرة من انتقال من محل بيع القهوة إلى يعني هو بيع و مكان الالتقاء محبي القهوة، مكان التقاء محبي القهوة هذا كوفي يعني؟ حسيت إنه هلا كل هاليونج كل هالجيل الجديد حابب كل شيء إنه يكون موجود ومتواجد بكل هالأماكن الكوفي شوبز، وقلت لازم أعمل شيء مميز بهالإكسبيرينس اللي عنا إياها، تعرفي من الوالد إلى من الجد إلى الوالد إلى الحين، إنه لازم كمان نكون مميزين عن غيرنا في الكوفي شوب نفسه. صحيح، وحتى لازم تواكبون أعتقد الجنريشنز يعني الأجيال المتلاحقة، يمكن أمهاتنا واللي سبقوهم يحبون يأخذون القهوة ويسوون الصبحية في البيت على الحديقة أو على الشرفة أو التراس، لكن الحين الناس والشباب يحبون أنهم يلتقون في المولات، يلتقون في الكافيهات، فأكيد صح. لازم يكون عندكم هذا التطور. أنا اللي عجبني في أيضا في فرع المارينا مول أنه هو ليس مغلق، مفتوح. مفتوح، فكل من يعني يتجول في المول او يمر عنده عبد الله يقدر انه هو يوقف ويشوف شلون قاعد تنصنع القهوه، انواع البن، يعني حالات انه مفتوح مش صح. مسكر في مكان بيسموه اوبن هارد، قلب مفتوح. قلب مفتوح. قلب مفتوح للكل. والجميل انه تقدم بالدلال القديمه الرسلان، نقول مثل الدلال التراثيه. صحيح صحيح. نحن نشكر سيدة الاعمال سميره معتوق، يعطيك العافيه ونتمنى لكم التوفيق. بدي اتشكر كمان أهل البلد أكيد، وبدي أتشكر سمو الشيخة فاطمة حبيبة قلبي يلي بحبها ودائما بتشجع، دائما هي السيدات أكيد أكيد. كلنا شي. نشكر أم الإمارات خصوصا اليوم ينطلق مهرجانها. الله يطول بعمرها، وكان رائع المهرجان، كان أروع من رائع. أوكي حبيبي. شكرا لك. شكرا لك. أهلين.